السلام عليكم. الفيديو أكثر انتشارا في العراق، مؤذن يرفع الأذان في الملأ ولم يستطع الذهاب إلى المسجد ويرفع الأذان في المسجد بسبب الفيضانات والسيول اللي اجتاحت العراق وبالأخص مدينة أربيل وسليمانية ودهوك ومدينة الحلة. ونشاهد هذا الفيديو المؤلم، الله يكون بعون المتضررين الفيضانات والسيول في العراق، والله يحفظ الجميع. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا